مرحبا احبائي، كيفكن اليوم؟ اشتقتولي؟ انا كثير اشتقتلكن. اليوم بحلقتنا في عنا النص ما نرجع نقريه عن جديد، وفي عنا جواب عن الحزوره سابقه، فاوعى تروحوا لمطرح. وقبل بدي اذكركن باسماء اصابع اليد. يلا قولوا معي. اول اصبع هو الإبهام، الإبهام. تاني إصبع هو السبابة، السبابة. التالت الوسطى، الوسطى. الرابع شو هو؟ البنصر، البنصر. والخامس الخنصر. هلأ فقبل ما نبدأ حلقتنا، شو رأيكم نستمع للأغنية؟ المسرح فن جميل، أدوارا كثيرة عليه نقيم، شخصيات فيه عديدة، منها الطيب ومنها اللئيم. للمسرحية أبطال يجري بينهم حوار، على خشبة عالية مضيئة بالأنوار. أبطال ترسم البسمة على وجوه الزوار. المسرح فن جميل، أدوارا كثيرة عليه نقيم. جاهزين لقراءة النص؟ سوا رح نقري. صندوق الأفكار الفنية. بعد أن أنهيت واجباتي المدرسية، درت في المنزل غرفة غرفة، وأنا أبربر وأقول أفن أفن، كم أشعر بالضجر. عدت إلى غرفتي فوقع نظري على كتاب عنوانه هيا نمثل ونفرح، فخطرت ببالي فكرة تمثيل مسرحية أمام أهلي، وناديت لأختي لما وأخي ماجد، فساعداني بإخراج الصندوق الذي كنا نسميه صندوق الأفكار الفنية، حيث نضع جميع الأزياء التي كنا نلعب بها، وانشغلنا بالتحضير للمسرحية. تمرنا على أدوارنا، ثم صممنا بطاقات دعوة لحضور المسرحية. وفي مساء اليوم التالي قدمنا المسرحية لأهلي، ففرحوا منا كثيراً وصفقوا لنا طويلاً. تذكرتوا للناس؟ إذن من بعد ما أنهيت واجبات المدرسية، يعني كل الفروض اللي عطيوني إياها، شو عملت؟ صرت روح من أوضة لأوضة بالبيت، وإخر شيء عصبت لأني زهقت ما في شيء أعمله. فشو إجا ببالي أي فكرة؟ فكرة التمثيل. أي متى إجت ببالي هالفكرة؟ لما فتت على أوضتي وشفت كتاب عنوانه هيا نمثل ونفرح، فقلت هي بتمثل مسرحية قدام أهلي، بس وحدة ما فيني مثلها، أنا ومين؟ لازم عيط لحدا. فلمين قلت؟ لأختي لما ولخيي ماجد. ذكرتوا للناس؟ أختي لما وخيي ماجد ساعدوني لحتى مثل هالمسرحية. وبعدين مثلنا المسرحية، بس قبل تمرنا كتير منيح،
وتعبنا انشغلنا كتير لحتى نحضرها، وبعدين مثلناها قدام أهلنا فانبسطوا كتير منا وزقفولنا. بس قبل شو عملوا؟ عملوا بطاقات دعوة لحتى يعزموا أهلهم على المسرحية. ذكرتوا للناس؟ خلوكن معي تنتابع مع الفقرة التالية. صندوق الأفكار الفنية. بعد أن أنهيت واجباتي المدرسية درت في المنزل غرفة غرفة وأنا أبربر وأقول أفن أفن، كم أشعر بالضجر. عدت إلى غرفتي فوقع نظري على كتاب عنوانه هيا نمثل ونفرح، فخطرت ببالي فكرة تمثيل مسرحية أمام أهلي، وناديت لأختي لما وأخي ماجد فساعداني بإخراج الصندوق الذي كنا نسميه صندوق الأفكار الفنية، حيث نضع جميع الأزياء التي كنا نلعب بها، وانشغلنا بالتحضير للمسرحية. تمرنا على أدوارنا ثم صممنا بطاقات دعوة لحضور المسرحية. وفي مساء اليوم التالي قدمنا المسرحية لأهلي ففرحوا منا كثيرا وصفقوا لنا طويلا. جاهزين أصدقائي لهالتمرين؟ يلا اشتغلوا معي وفكروا منيح، أرتب الكلمات لأحصل على جمل مفيدة. المجموعة الأولى من الكلمات: محتال. محتال هيدي صفة مش منيحة، مش لازم نحنا نتحلى فيها. دور. دور يعني حدا عم بيأدي دور على المسرح يمكن. مثلة. مثلة يعني أدى دور معين، عمل دور معين على المسرح. ثعلب. ثعلب الحيوان المحتال الثعلب، ما كتير بيتأمن له. الممثل. الممثل يعني هو الشخصية اللي بتبقى اللي بيبقى عم يلعب شخصية معينة على المسرح. إذا فكروا منيح معي، محتال، دورة، مثلة، ثعلب، الممثل. تذكروا منيح، في عندي نوعين من الجمل: الجملة الفعلية التي تبدأ بفعل، والجملة الاسمية التي تبدأ باسم. شو أقولكم؟ بشو منبدأ؟ وين في عندي فعل هون بهالجملة؟ في عندي فعل؟ أكيد. شو هو؟ شو يعني فعل؟ يعني حدا عم يعمل شيء، أو حدا عم يشعر بداخله بشيء معين. هون في عندي حدا عم يعمل شيء؟ أنا رح قلكن. إذا قلت مثلة، مثلة
يعني لعب دور معين، يعني عمل شيء. لكن رح نبدأ الجملة بمثل. إذا بدأت بمثل شو بعدين عندي؟ مين من الذي يمثل دورا معينا؟ مثل مين؟ مين اللي بيمثل دور على المسرح أو على التلفاز؟ مين؟ الممثل. شو بنسميه؟ الممثل، لأنه هو عم يلعب دور معين، عم بيمثل دور معين. في عندي كلمة ممثل؟ طبعاً. إذن مثل الممثل، عم تكتبوا معي، مثل الممثل شو اللي عيب؟ أي دور؟ أنا بقول مثل الممثل محتال. لا مش مظبوطة هالجملة. مثل الممثل شو بيلعب؟ أي دور؟ أي دور بيلعب؟ مثل الممثل دورة. دورة بشطب كلمة دورة. مثل الممثل دورة. دورة ماذا؟ أي دور أخذ؟ دور شو؟ دور ثعلب. أكيد دور ثعلب. وكيف يكون الثعلب؟ دورة ثعلب محتال. اشطبوها معي، محتال. إذن رجعوا قروا معي، مثل الفعل، الممثل، الممثل هو الشخصية اللي عمل هالشي، دورة ثعلب محتال. وهيك صارت جملة صحيحة. تاني مجموعة، مضحكة. مضحكة شو يعني؟ بتضحك. الناس حضر. شو يعني حضر؟ شافوا حضروا شاهدوا. شاهدت مسرحية. أنا بقول هيك، حضرت مسرحية. إذا حضر يعني شاهد مسرحية. يلا شو قولكم؟ بماذا نبدأ؟ بالفعل. هون بالفعل حضر الفعل. شو يعني حضر؟ شاف، عملوا شيء، عملوا حركة، إما بإيديهم إما بقلبهم إما بعينيهم، عملوا شيء، شافوا شاهدوا حضر. إذا نشطب كلمة حضر. حضر مين اللي شاف ماذا؟ شو أقولكم؟ حضر الناس طبعا، الناس بيروحوا تيشاهدوا مسرحية. حضر الناس ماذا حضروا؟ شو شافوا؟ شو شاهدوا؟ حضر الناس مسرحية. نشطبها، مسرحية. ضحكتهم أو لا؟ بلا، لأنه قالوا لنا مسرحية. شو أعطيوا صفة؟ مضحكة. اكتبوها واكتبوها معي، مضحكة. إذن تنتأكد من الجملة، حضر الناس مسرحية مضحكة. صح. وهيك بنكون ألفنا هالجملتين. تابعوا معي وركبوا ثلاث كلمات من الأحرف التالية. مش ضروري كلهم استعملهم بفرد كلمة، لا، فيني ثلاث أحرف أو أربعة. شو أقولكم أول كلمة؟ هلا الأحرف شو هن؟ شين، شين. الهمزة، الهمزة يعني أ. جيم، الجيم. راء واللام. يلا شو أول كلمة بتخطر بالكون؟ أنا في كلمة سهلة كتير اكتشفتها دغري، ف
فكروا معي، منقول وصلت المرأة ووصل مين؟ الرجل. وصلت المرأة ووصل الرجل. أو يكون فيني ألف هون كلمة رجل؟ طلعوا لشوف أحرفها موجودة. رجل، شو عم نسمع؟ ر ج ل. في عندي الراء، في عندي الراء، في عندي جيم، في عندي جيم، لام لام. إذا أول كلمة رجل. رجل. بعدين ثاني كلمة شو هي؟ فكروا معي تشوف. طبيعة بشو بتكون مليئة؟ إذا بنروح على حديقة شو بتشوف دايما؟ شو منشوف؟ أخضر طويل بنقي لنا الهواء. لولا وجودن بهالدنيا كان الهواء دايما ملوث، يعني مش نظيف، يعني منه نقي. الهواء يلوث، ببطل نقي لولا وجودن. شو بنشوف لما نروح على الحديقة؟ شو بنشوف بالطبيعة وعلى الطريق أيام؟ شو بنشوف؟ شجر. موجود الشيء؟ نعم. الجيم؟ نعم. والراء؟ إذن تاني كلمة هي شجر. أول كلمة رجل، تانية شجر، وتالت كلمة شو قولكن هي؟ أرجل. هيدي يمكن ما فكرتوا فيها، أنا رح قلكن إياها. أرجل. في عندي همزة؟ في عندي همزة. الراء طبعاً، الجيم ولا؟ اكتبوها. شو يعني أرجل؟ نحن بالعامية، شو يعني بالعامية؟ بالدارج، يعني هيك أنا وعم بحكيكم منقول إجرينا، صح؟ باللغة الفصيحة منقول أرجل. انتبهنا كيف؟ إذن أرجل. وهو هن هالثلاث كلمات، رجل، شجر، وأرجل. وهلأ تعبتوا؟ أكيد لا، لأنه أنتوا الشاطرين. خلوكم معي لنتابع مع الفقرة التالية. ثعلب، ديكور، مخرج، فانوس. مثل ما شايفين أحبائي على الشاشة شو موجود؟ الفانوس السحري. تابعوا معي. الفانوس السحري بطولة فاديا، جورج، ياسمين، رولا. مسرح السعادة، بيروت. السبت 15 تشرين الأول. شو هاي قولكن؟ شو شايفين؟ ركزوا منيح معي. الفانوس السحري بطولة فاديا، جورج، ياسمين، ورولا. مسرح السعادة، بيروت، سبت 15 تشرين الأول. وشو شايفين مرسوم بهالبطاقة؟ في عندي رسمة للفانوس السحري. شو قولكن هيدي؟ إنها بطاقة مسرحية، يعني أنتو إذا بدكن تدعوا حدا على مسرحية أنتو ألفتوها وعملتوها، تعملوا بطاقة دعوة لحتى تعزموا أصدقائكن. إذن إنها بطاقة مسرحية. شو عنوان المسرحية؟ الفانوس السحري. من إن الأبطال اللي بيمثلوا بهالمسرحية؟ شو أسمائهم؟ فاديا، جورج، ياسمين، ورولا.
شو اسمه هالمسرح يلي بدون يمثلوا عليه هالمسرحية؟ شو اسمه؟ مسرح السعادة. وين؟ بأي مطرح؟ ببيروت. أي متى ستعرض هذه المسرحية؟ السبت 15 تشرين الأول. هلأ بدي منكم تتطلعوا شو في قدامي. في قدامي بطاقة مسرحية أنا حضرتها، لحتى أنتو كمان قدامكم تكتبوا على ورقة أو إذا عندكم شي كرتونة حاضرة وتعملوا مثل بطاقة مسرحية. كيف منعمل بطاقة مسرحية؟ بطاقة مسرحية أنا حضرتها هون لحتى نملأها سوا. أنتو بتنقوا مثل ما بدكن الاسم اللي بدكن إياه. بطاقة مسرحية منكتبها بالأعلى بالوسط، نرجع على جنب نكتب تحتها، مننزل نكتب اسم المسرحية. بتنقوا اسم انتو بدكن ياه لتسموها لمسرحيتكن. انتو شو بدكن تنقوا؟ فكروا بالدور، بالعمل، بالهدف للمسرحية. انا رح سمي مسرحيتي الوفاء والمحبة. الوفاء والمحبة، اكتبوا انتو العنوان اللي بتنقوا. انا نقيت الوفاء والمحبة. مسرحية اسمها الوفاء والمحبة. شو يعني الوفاء والمحبة؟ يعني إنسان يكون مخلص. الإنسان اللي بيكون مخلص وفي كتير بيكون محبوب. فأنتوا كونوا أوفياء. شفتوا ليه نقيتها الوفاء والمحبة؟ لأنه الإنسان الوفي كل العالم بيحبه. الممثلون، أنا رح أختار اسم سمر صديقتي رح تمثل، وكارول، وسامي، وندى، وجاد. انتو بتحطوا أسماء اللي بدكن ياهم. اسم المسرح، شو اسمه المسرح؟ كنت تحطوا تتذكروا بالفانوس السحري شو كان اسمه المسرح؟ مسرح سعادة. أنا رح سميه مسرح المدينة. مسرح المدينة. تاريخ العرض المسرحي، يعني أي متى فيهم العالم يجوا يحضروا هالمسرحية، يبلشوا يحضروها من أي متى. تاريخ العرض المسرحي، أنا بدي نقي 19 أيار مايو. 19 أيار مايو 2017. 19 أيار مايو 2017 مكانه. أنتو بتنقوا المكان اللي بدكن ياه مطرح ما أنتو مواطنين. أنا رح نقي بيروت. وهيك كون حضرت بطاقة مسرحية لشو؟ للمسرحية اللي أنا ألفتها وكتبتها. وهلأ في جواب للحزورة سابقة. تتذكروا الحزورة شو بتقول؟ شو بتقول الحزورة؟ يطلق اسم سفينة الصحراء على الحمار، الجمل، أو السحلية. السحلية تذكرتوها يعني الحرباية، مثل الحرباية. فأي اسم أو الكون يطلق عليه اسم سفينة الصحراء؟ الجمل أكيد لأنه كتير كبير. وبدي منكم ما تنسوا تتابعونا على موقعنا على الفيسبوك يلي عم يمرق بأسفل الشاشة. وبودعكم لحلقة جديدة. إلى اللقاء. المسرح فن جميل،
أدوارا كثيرة عليه نقيم، شخصيات فيه عديدة، منها الطيب ومنها اللئيم. للمسرحية أبطال يجري بينهم حوار، على خشبة عالية مضيئة بالأنوار. أبطال ترسم البسمة على وجوه الزوار. المسرح فن جميل، أدوارا كثيرة عليه نقيم.